كريم، نعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والسلام. اليوم رح نحكي عن تمارين واحنا صايمين. ايش طبيعه التمارين؟ لازم تكون الشده بالذات اللي رح نركز عليها اكثر شيء. واحنا صايمين الجسم بيكون استهلك كميه كبيره من الطاقه، بالتالي هرمونات الهدم شوي بتكون عاليه. فاحنا مارسنا تمارين شدتها عاليه رح نضحي انه ممكن نخسر جزء من العضلات اللي عندنا. بالتالي شده التمرين اللي بدنا نستخدمها بدها تكون متوسطه لخفيفه. اذا حبينا نزيد الشده ممكن نخلي التمرين لبعد الفطور يكون الجسم استرجع كامل الطاقه. راح عندنا اليوم 4 تمارين على نظام السوبر ست. التمرين الاول راح يكون اوفر بادي، التمرين اللي وراه راح يكون لور بادي. زي ما حكينا عشان الشده ما تكون عاليه كثير تكون متوسطه، راح نعمل 15 تكرار ل 12 تكرار، راح نعمل 3 جولات كحد اعلى. بدنا نزيد ممكن نزيد، بس زي ما حكيت لكم نخلي التمرين بعد الفطور. خلونا نشوف التمارين نعملهم مع مهلنا، نركز على التكنيك عشان نقدر ناخذ اكبر فائده من التمرين.